صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجه تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانيه، وامي بتقول لك كتر الدق. يا ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وبكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجعلي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام دول 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 قبضه ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كانوا يجيبوا لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ امال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا مشي. كانت مشاش في ركبك. المجمع يا اسطى. فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. تكمشش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايده. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ الله، نمشي من هنا لغايه المجمع واحنا شايلين الدهيه دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله، مش هيقلنا 400,000 جنيه؟ ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقيه؟ لا، بلغيت الست. ودينا المجمع ب 50 سنة. عينيا ماشي. إله ربنا يسقط اصلك انت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم انت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقه صغيره بس. مش قلت لك ابن حلال؟ هتسلي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ ولا ما احنا في نهاية سوا. اعمل لك
السادس في السابع. لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه ده؟ ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده أبوات ده يا مؤاخذة. ايه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك انت واللي كنت عنده. شيل شيل يا بشبيش. ايه يا بشبيش؟ اللي أبوات دولة يا بشبيش. خش يا بشبيش. خش يا بشبيش. استنى عليها يا بشبيش. ايوه استنى عليها يا بشبيش. انا معاك بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر بيه. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. يلا يا مرات خلاص ما هتعمل لنا فيها حكايه. حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حتى تحول ما احضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ وهتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. ما تقف الصف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوسين. الله انت هتذل لنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش ارض يا فندي، انا لسه عبرود الخزن. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخلق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبتي وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يوه يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. أنا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانية زي الجزم وتبقوا معايا أنا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجة، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، أنت تقم روح ابني بقى وقف في آخر الصف هناك، اجري. لابرد الخزن ومفيش أرض النهاردة. اجري آخر واحد في الصف أنت يا سي محمود. تعالى يا أختي يا مستعجلة، تعالي. زينب عبد اللطيف مش كده؟ أيوه. امضي يا أختي. خدي. حوين قوي، حوين قوي على المروح. فهمتك على الله، انا على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استنى مرحوق على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام. اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتي، هنقبل الحرام؟ خدي يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك. اجي اقف في اخر الصف، انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عينيا. اتفضل.
وخلي الباقي علشان ربع جنيه بنشحت اشرب ايه ربع جنيه ده خليه المحروس اللي بطنك طب ما تزعلش خد توأم ان شاء الله ماشي معاك قوي يا بشبيشي تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان لا يا اخويا انا ماليش دعوه بالحاجات دي الله على الاقل تسدد العجز اللي عندك الله انت مش تقول عندك عجز ب 60 قرش دفعتهم من جيبي اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفايز اعوذ بالله حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي سلام عليكم سعيد مبارك نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل شهر وانت طيب يا سي رمضان بشميشي ده احنا عيال مخنا نضيف 400,000 جنيه على 3 يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته
وسلمتين له محسن. لا وانت الصادق، سلمتين له مرابطات. يا عم هلال، يا عمو، عمو. اهلا اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعال تعال اشرب معايا الشاي. شاي ايه؟ مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شويه طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه؟ شوف الطعميه حلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك، مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت، بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكله. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لا كنت اشتغل معاك عربيه على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بلك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ وانا اسمي رمضان. وهلال قبل رمضان. يعني هلال رمضان. يبقى انا ابوه. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه اللي انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش، بقول لك يا خلاص. وشك مش تشوف الميه حتى فيك ولا لا، يا الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. امال نعمل ايه يا حمك؟ نقعد من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سابق في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. الهم
صابون في وشهم. عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا هو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا مرفوفه القواه. اي والله ملفوفه. يا اخويا على عيل جنب مامنا شفحت الميه. الله ده يا ست انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفنا حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو. امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج. اخرج. طيب كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ طب شايلين انت؟ العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا ولية؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا ولية. سرقه؟ ايوه. سرقه ايه يا ولية؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تدينيش حاجه، انت هتديني يا ولية؟ مش انت اللي مديهالي العيل قلت لي سرقه؟ حرام يا ولاد حرام. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو.
عايزين حاجه تانية؟ لا اطلع انت بقى، غير هدومك، انا معمل لك ساندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع في ايه؟ لسه هطلع السلالم دي كلتها. امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب، ربنا ياخدك يا اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح النجف يا عم هلال. الشعبك ماشي على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفتر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي ببلاش. حماتك تحبك دي ماي بلاش. حقك عليا. اخد عجاز باريزة. باريزة باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. يلا ياخد يلا ياخد يلا ياخد اطلعي اطلعي. يا حاسن. ايه ده؟ انا باخد لحاسن. اطلعي يا مهبل. اطلعي يا اخويا. يا اخويا بقى يا ايه ده؟ ياخد اطلعي بقى. ماشي على كده. ايه يا ست انت؟ هتركبي وهو يحشك؟ شلني شلني. اشيلك؟ ايوه شلني. ده انت عايز اونش شوك عشان يشيلك. أول مرة أشوف واحدة ست بمعصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين أربعة رجالة يشيلوا معانا. طب شيل دي عيب عليك. تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلمة يا عم هلال؟ لا مفيش سلمة. معاك شيل. يلا خد مين وأنت خد معاك شيل. شيل يا أخويا. الله أكبر. شيل يا جدع. شيل شيلوني. شيلوني. شيل. تعال يا أخويا تعال. والحين عدينا مؤاخذة. تعملوا ايه؟ قضية منيلة في 60 نيلة يا اخويا. بعد عنا وزع لقوا فلوس ناقصة في الشغل. على بلاطة كده يعني هبطوه. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 أشهر. وكل دول بقى وقرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا بجبنا في كل حاجة. لجنة خبر اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ابعدي. 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 ايه ده؟ هو انا نعصاب؟ لما تعيب عبارة. ايه يا ولد ايه؟ ده انا خاف لا تطلعوا لي في المنام مع اللي ما تسمي. اوعى حد يا محافظ. اوعى. يا فارس. اوعى يا راجل. انت. والله العظيم بالكسم يا ولد. يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوم هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 أشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابة ومحاكم وبوليس؟ ابو الجبله يا اخويا عاملينها فاتحة. جوزي بيقول على الاقل على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله وانا تاركي نبوية. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبوية؟ يا سعدية يا اختي دي تسعيرة والعملية دي فيها 10 سنين. هتسألي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوة، انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت؟ ما تحطهاش حلوانة في سلوانة وتلزق كده. ارجع لورا شوية. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربية على وضع جسمك. الله. انا اشوف لك عربية على وضع جسمي ازاي بقى؟ يا ولد 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 يا الاسانسير عطلان يا فندم. اركبه، نفسي اركبه مره. الاسانسير عطلان يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيد،
ما تضحكش عليا ولا حاجة، أمرنا لله نطلع على السلم، ربنا ياخد اللي في بالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك، أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال، ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشويش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط. 92 كيلو وشوية كيلو، كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي والله يا أخي. الرد واستنى وصلوا الجمعية يا حمدية. انت وقف انت عالة، انت مالك بالرز والسمنة؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنة، اموت من الجوع. سمنا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشية عريانة مط، والناس بتقول عليها المجنونة ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين، وبحوش الباقي، وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشويش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عايز أي حاجة بقى في معايا؟ لا اتكل أنت على الله. أي خدمة يا أخوي؟ اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامة. مالك في إيه؟ مالك؟ أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ مالك في إيه؟ أي خدمة؟ قال لو فيه زبون عايز يشتري لحمه بريال، قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب 3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا رب؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه، بنشتري بال 10 كيلو بال 14 كيلو، بالك؟ وفي العيد بنتبع جنيه. اي والله بنتبع جنيه. البريال لحمه قال. ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه؟ خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبص لي ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوهم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبص ليش؟ قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمة هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمة؟ ايوه، بطني وانا حر فيه؟ قال على رأي المثل، اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك ينيلك، هما 605 برطوش، هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه. تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسة موجودة. واني موجود والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب5 جنيه. والتلاجة بكام؟ وما يخدمش حد حد يموت. وأوضة النوم بكام؟ وما يخدمش حد حد يموت. يا ست النام على أرخص حاجة. أيوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني. أنت لا تصلح للجواز بتلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس. عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوش لي ب605 برطول. ب605 جنيه. يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مأنيسة قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشة ما تسواش. ما تزعلش مني. ألا
هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي نحى ورا بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى نفوخه. ما تشر عليك يا بنت، انت مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. اله يا رب تدفع الرز، اله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياء. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيه، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكملها؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في 6 سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كان فارق. دو انت بس، دو انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا ولا مغاوري. ازيك يا ولا؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. ازيك؟ ألف الحمد لله على السلامة يا أستاذ رمضان. مالك يا ابني اسأل بغلي كده؟ ايه اللي بيحصل بيه؟ في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار مقابلة للجواميس؟ ايوه، أصل أبويا العمدي مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيسيبنا غير سيرة الفلوس؟ نهايته خلي العمدة فين؟ موجود جوه. اتفضل يا أستاذ رمضان. يلا. اتفضل. قلتوا ايه؟ سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ها؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا خير؟ اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صفا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخن، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، مفيش اي ولا نيله جاي. ها؟ ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداوي، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. أهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتاني. تجعان وافرض يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمة يعني. منين يا ابني؟ من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه، اشي بقر واشي معيز واشي خرفان واشي جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادة عليه جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاوي؟ هتحاسبني على الحادق والبتاوي اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحت، شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحت،
ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مدي لك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخويا، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الله يا ربنا يجيب لك شطه في الجواميس بتاعتك. الله يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت تضربك؟ ايه؟ السلام عليكم. اهلا يا مشبيش. اتفضل. برافو عليك يا مشبيش، كويس انك جبت الشنطه. بس انا عايز اسافر، هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلم. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا مشبيش. اضرب يا مشميش، اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. الظاهر الحل هنا ولا ايه؟ مش معقول، مش معقول. ليه؟ انها متسدده من كل حته، لقيت السد في وشك يا عيشه ام علي، تبقي تمشي بشحتي في الشوارع. ايه مالك؟ سرحان ليه يا استاذ رمضان؟ بتفكر في ايه؟ انا جهزت يا اخي اهو، كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كانت خيبه، انت فاهم حاجه اجري. يبقى انا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا استاذ رمضان، هقول لك حاجه بقى يا هاني. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده، اهو شويه كده يا استاذ رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت وحشتك. بتعملي ايه؟ تعالي كده. روح إله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تقيش حته التويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انت بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت يا غير. اقول لي يعني لوحده. الله، والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا اطمن اللي انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديك معروف، احنا ما خونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتقفش الا للزبون المفرط، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتر الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استاجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده. يلا ربنا يوفقك يا بشبيشه. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامه يا بشبيشه. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشه. لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبيت الهبة دي. معلش حاج عليا حاج عليا. يا بروح تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. شوفهم انا مفيش. اني بح. نعم اني بح بح. بصراحه يا اخواني عشان ما شحتفكوش معايا انا اختلست الفلوس. هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. طمعت فين؟ غريبه دي يا رمضان افندي. بطل هزار وقبطنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك يا ابني. ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنة بشتغل، لعمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوة على المروح قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخي، انا اعل منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيلي، اوعى تتهور ليحبسوك ده كده على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اعمل بيهم ايه؟ خدهم يا جدع. 35 قرش ايه يا اخوانا؟ احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. ايه اللي حصل ده يا سيدي رمضان؟ هي صوري انا عم بقول كل شويه، قلت لك يا اخي انت سام ابني احمد الشهاب. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف يمكن انا اللي هتجنن. أنا مش عارف إيه الحكاية بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير إيه يا فندم؟ إيه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج إيه لا سمح الله؟ إزاي ما حفظتش الموظفين دي لغاية دلوقتي؟ ثم إيه كلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ أنا قلت لهم على الحقيقة. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس إيه يا فندم؟ قال هم مش قالوا لك اللي أنا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ إيوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام ولي رمضان وديه تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليز بتاعك اللي اسمه عزيز، ثم واحد اختلس فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ لا، وبمين انا راجل ما عيبش اللف ولا الدوران؟ ابقى غلطان؟ يا رمضان، يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي. انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. انت حر، اتفضلوا على مكاتبكم، اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم اصل الميز. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض علي وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما بتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول ده اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين ملقحك علينا؟ لا هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلقح عليكم حاجه يا اخي. انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة خليك. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم افدي على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان؟ ليه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء؟ شوف الحلاوه يا راجل، ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تقاتل الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجاتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم دي يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطروا عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندك، ويا ابني انتوا اللي بتدوا له المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ماده الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حديك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ في في السلوم. في السلوم المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لاي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده يا سيد؟ الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ولاد حاج مامور، يلا حاج ابوك خلصت، يلا يلا اقلب اي حاجه. البيه الوكيل هيبقى السره، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطوا في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وجعلت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش، امشي خد من ايه. يلا نجرب قدام، امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس سيف نروح على السيف مع بطول ونخلص. انت مستريع قوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو انت واخد واحد سارق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سارق جوز فراخ ولا نشيله جوز جنيهات. انا بقول لك روح احترم نفسك. طب تعالى خش يا غمر. ازيكم يا قباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ وقباش؟ دي أوضة رمضان؟ أي كاتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. بعترف. مش ممكن، انتوا أكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. ألا قول لي يا جدع أنتوا، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. آه منه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال ده احنا اللي حمير. يا اخوانا عيب كده، العطره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضل لكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي. ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ معايا بنت انت. ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ست، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روح انت عليه، روح وحطي بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضل يا ست. مع السلامه. وانت حلويته وبقيت ملفوفه كده. اتفضل. سلام. اتفضل انت. تعالى هنا، انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري.
ما هو دي اللي انا بقولها بيه، انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول، مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسيم وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش، انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتحمس كهربائي ولا عقب سجاره، اختلاس واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العب 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا حياه ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه، وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعاده البيت، انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه، هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1000، يبقى انسرقت سرقه جمل. شغل بالك انت على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها لا هتطول ابيض ولا اسود، وهتتحبس برضه. وما الحقيقه فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي. اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ لا. ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، او تلاقي لك محامي يدافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره، القانون واضح والماده معروفه ومحفوظه. ان انا بدأ حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصيه. معيش بطاقه. ايه؟ وروني بقى هتعملوا ايه؟ ولا يمكن حضرتك اهو؟ لا في بطاقه. اهي اهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصوره بتاعتي حلو. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صوره جميله من ساعه ما كنت في الاعداديه. اي والله. اتفضل انت. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخافش. مع السلامة. اي والله خلي التذكرة معاك. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش. خش. ايه يا دلعين؟ البيه الوكيل هو اللي خرفني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش أنت. أنا بقى المرة. السلام عليكم. عايزكوا تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. We'll be right back.
ايوه انا اللي. انت ايه هربت؟ ايوه هربت، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى كتك كده حرامي حرامي. ايه كتك مين؟ واحنا ناقصين؟ هم راضين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي، في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ايه عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان، خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك، ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين، دقيقتين وهحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك، اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا. هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش، والله ما في. هم 400,000 جنيه عمر. عمي؟ عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين، دول يبدوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا، ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه؟ اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها ما تساويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا حاجه دي شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. قال ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفه لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه يا علي، من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي. احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه، فلوسه فلوسه بس علي. اسالي جعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه، هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبه. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. الله، طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا بنمله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كل لك لقمة. اكل ايه ولا ايه؟ ما انا لسه متغدى. وماله، كل كمان، هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه؟ بس تعالى.
نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما نجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بقى غليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اخذ في دي الكلمه الناس بتقلب دكاكينها بتعملها السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اخذ يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوه وانت ابو جدعانه. سلف مين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من الهف اللي انت هفه. من الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سابه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا سيب الهديه دي. لا يا شيخ. يلا مزيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يلا. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي.
الناس بتراقب بعض بالكمبيوتر دلوقتي، مش بنفر حجاز ميري. ده انت بلوى مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده، ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل، اشتغل في القنضة من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في داخل وانت مروق. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالكش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها، هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش شيء؟ حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعده متكلفه برضه. النيابة تحب تضيف شيء؟ النيابة مصممة على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. أود أن أضيف أن موكلي. يا أستاذ أنا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمة هي اللي أنت نبيتك للدفاع عنها. ثم إن الحاجات دي كلها ملهاش لازمة. أنا راضي بحكم البيه القاضي السكرة دي. يلا يا بيه، يلا توصيني 7 سنين ربنا يخليه. اسكت يا رمضان. خلي الأستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس، القاعدة القانونية بتقول أنا اللي أتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجو حاول بلحم طرق. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد اعمل معروف. سيبني في حالك. اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. يا رمضان ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خساره يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. احكمها. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفع الجزاء. يا حرام يا أحلى العالم. أنا بقيت غني، بقيت غني رسمي على الجميع. عاش انتصار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما تديش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسك. استنيني. خدي بالك منها يا ام علي. فعليا ما معكش يا اخويا ياسين مؤقتا. منين يا حسرة؟ منين؟ مثلك انت. مثلك انت. قلبي معاك يا استاذ رمضان. طب انت تعوضك انت، ما كويس مش دعوة خالص. يا شاويش يا ضيختي يلا. خش يا مسؤول. الا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين. يا اوباش يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا ابي؟ مش عاجبك يا الا؟ هو من اولها كده. تعال هنا.
هدف ايه؟ هاتوه. الله، بالراحة علينا شوية مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشة الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي انا بضربك انت؟ ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجيلك على طول. يلا يا جماعه وضبوني عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. قاب قاب ايه؟ حد اسمه قاب. عيون بالبيشي حتى
ادرس ده امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجه، انا غبت، هما دور في دول. لا كده ما مشيش، لازم تقدم استقاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. اه اروح استقيل جدع. تستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر طبعا كسر، ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهب ده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نق مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه مؤاخذه. حلو تسميع، حلو فعلا. الجنيه ما بيستحملش عصره ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حكم تكنس مين؟ تكنس مين انت؟ ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصه اللصوص، وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية، سلام للزملاء الكركية، سلام لقصة الحرامية، وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين، يا سلام الحلاوة من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ أنت كبير المتصيد، أنت بتخبر وإحنا نعيط، ناكل يامك على طعمية، وأنت الفراخ 100%. ناكل يامك على طعمية، وأنت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقنقش، وإحنا بنتغدى حرنكش، وإحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت. معاك قرش تسوى قرش، معاكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية، قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%، احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%. كرش 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 كرش. اهو ده الهجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال اهو ده النشال نشال. اهو ده النشال وكل اف وله حلال. وانا حرامي العشه الفاضيه فاضيه فاضيه فاضيه، وده هبر الضربه القاضيه. كرش 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 كرش. دول الحراميه الفكه فكه فكه فكه، في الصنعه دول عالم سكه 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 سكه. دول الحراميه الفكه فكه فكه فكه، في صنعتنا دول عالم سكه 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 سكه. ودول زمايلنا السكاك، السكوا واحد ضيف شنطه وزقوا عجلهم على طنطه اتحبس في اوانطه. يابا عالم سكه بتوع الفكه، عالم سكه بتوع الفكه. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير. انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك.
انا عندي ولد لمؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليهولك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغلهولي. قوي قوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي بيه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. قوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. أول مرة الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني أنت وأنت فقير وزق وأنت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا أي حاجة بالنسبة لموضوعنا. لا ما تخافش يا لوتي. السر اتدفن في السجن مع رمضان. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على المطول ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله غريب مش بيشي. الله تنقصك حاجه يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق؟ ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا الساحر يا جدع. انت احلى ساحر يا جدع. سعد لينا في الخير. ما تسمع عنك وجبنا ازازه مليانه. طيب يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. عم فلوس ايه؟ يا خد يا عم. ده انا يا فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده من بجربان. يقول لي خد فلوس. خد اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك. عرفتني يا بشبيش. انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ عم وانا شايف قدامي. روح انت. طيب خرح فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا يا نوره حلوه. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره. قال اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري. انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. اشكرك جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوة يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبة نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. انت بس قريب يا بنت. ما تلاقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربة العمر على رأي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. يا
اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه. انا خدامك يا ابني. هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. مين؟ استاذ رمضان. بس يا بس قرب له. ده طلع معرفه. ماشي بس اديت هو خلاص خلاص استراحه قصيره. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعال روح استراح يا ولد. هو ده بشبيش. انا ضربت ضرب. اه خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين بقى اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشاف وكوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح. ده اكبر هجام في مصر. معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه. هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجة بسيطة. ايوه بسيطة. ايه يعني الحكاية؟ ايه؟ حاجة بسيطة يا استاذ رمضان. بس شفت العملية بتاعة تاني جد فايدة ازاي؟ إيه؟ فايدة كبيرة. مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك. خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه؟ ايه؟ والبقى في ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقى في انت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ تبين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه لا انت ولا البق في ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبق. اتفضل يا بق. بس تعقيبا على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلا بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسة السادة جابة. حاضر. مع السلامة. ادخل.
عليه رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي هنحدد ونزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي، احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان. خلاص احنا ما كناش نايمين وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس، البشبيشي محمد عبد الحميد وشحاتة علي السيد، واعترفوا بالكامل بالجريمه وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده دي؟ الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس، شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه يا سعاده البيه؟ انا حرامي، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحاكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مده العقوبه، وبعد العقوبه ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى راي الناس بصل بخمسه وخمسه ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتيه وحاجات مستعجله وبشبشه، الحكايه اصلها هتضيق ومش مستحمله الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان، انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه، انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده ايه؟ حرامي او انت انا يعني اكذوبه؟ يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا، اعمل معروف وحياة ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله، ياخد مين؟ يا سعاده البيه انا حرام؟ حرامي؟ انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا وانت والتلو كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي؟ حرامي لسه اعلاني مختلف. هي البراءه بالعقلي؟ ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي، انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي؟ انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار. ما انت طلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. انا عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعمل احسن من الحكومه، اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدهف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. هم خلوك المقلب السوق، خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف، مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما، انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. تاني ليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساعتها. طيب وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ ما اعرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من اري داهيه دي؟ لكن هجيب، هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه، ما انا كنت هقول لك. قول قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسبني قدام المعلمين؟ ما حدش اللي يكسبك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقول ماما ماما. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ده حال الدنيا، ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي بيه؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله، هجيبه. قال لي قول لي لو عوزتك اجيبك منين؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حاره الكلب. حاره الكلب ناصيه النتن. ناصيه النتن. قهوة البقر حارة الكلب ناصة النتي. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب.
عجوة؟ حاطين لي عجوة يا ولاد الكلب؟ طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت حطوا بطيخ يبل ريقي. عجوة؟ طيب طيب رمضان مش معقول. ازيك يا رمضان؟ الحمد لله على سلامتك. وحشتيني وحشيني قوي قوي. وانت كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عيني. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي الجزء. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الزهره من العجينه. اطلعي عليا، هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروغ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالذات ده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا ستي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ على كل حال مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان، خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن، متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا حسيبك؟ ده انا مش حسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا؟ اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اخي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياه عجوه. ايه عجوه؟ الحياه عجوه. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجه دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منوره. ده نوري. اي والله يا نوري، الواحد يتكلم الصراحه. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبه للفلوس يعني ايه؟ هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونيرات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. مهاني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشه المليونيرات، ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص، لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديه. نديها بقى. يا جماعه ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انت؟ ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر، انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في ست الكل حماتي الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه.
ابيع النص فدان اللي حلتي. طيب بلاش بقى، مفيش طريقه غير الفلمانكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزه. اه يا لئيم انت يا لئيم، مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يا ضيع عليك، ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه، هي فيها لسه طول البال. خطيبك ده بيخطط للنغنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضا شقتي مالك؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هف منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاته مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجه عجيبه قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجعهالي لما ربنا يفتحها عليه بسرقايه وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمك كل حاجه وهيقول لك على عنوان مكتبنا. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو نو يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغه ان المراكب وصلت والبضاعه موجوده في المخازن وكله تمام. تمام هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا، ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس اداره الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. تفضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبة للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السياده عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده. لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال1000 بنخسر طه؟ ضاعت عليا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا أستاذ عبد السميع أنا كنت أتمنى إن الألف جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. إيه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا أستاذ عبد السميع إن السوق كان نايم شوية اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟
وبعدين يا سيدي الألف جنيه بتوعك ما كسبوش غير ألف جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل، عايزني أكسب ألف جنيه ناقصين جنيه في شهر وأسعد. أنا ما أكرر أسف. أيه؟ حاضر يا سيدي، آدي الألف جنيه اللي أنت دافعهم، وآدي ألف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجة ولا السحر. سحر إيه يا راجل؟ أعوذ بالله. أنا جاي لك بكرة ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا، مع ألف سلام. أنا بقى كارد أسف. اللي بعد يا ريمون. اتفضلي اتفضلي استنى. سعيدة يا بس بنتي. أنا يا عيش. اهدى كله اهدى كله، كل ده يطلع منك خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد ايه دول؟ سيختي تمنتها النهارده، جابت 8000 جنيه شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 لا، انا مش مستعجله عليهم، خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا عامل زي المغفلين، احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي، المهم وصل لي كام مني لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، كله بالحساب، انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000، والنص بيت ادي 9000، وادي 8، يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح، مفيش فرق بيني وبينك. متلكن مش كده؟ متلكن اه. وعليها زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. انا رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق البخله. مع السلامه. اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف بيه؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حفت لما عرفت علومكم، قلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ بعرفش اقرا. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في اي حاجه؟ ما بفهمش في اي حاجه. عينوه في مجلس الاداره. مش هي دي الراقصة نهد؟ ربنا يتمنى بعقلك. هنا ده عنوانها، وابتدى على اسم الهلبوطي هربان في حته ما حدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له ما عرفوش. افرجوا عنها بعد كده. حته تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك برقبتي. ربنا يتمنى بعقلك. عاقل قوي. هلا هلا والله عاقل. حلال بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها،
ترسم عليها انك انت غني قوي وتصرف عليها بزخ بهبل. طعم يعني عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة قشطة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلتنا الطينة الطين اللي داري. هتنحسي مخي يا بنت الفطوس. فطوس يا صاحب المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد امبطحي. انا مش عارف اقول لك ايه واصل. انت ما خليتيش حاجه في عقلي. داني اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا نظري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشويه هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حيح يا حيح يا علي. ليلتنا مطينه الطنطين اللي سلام على القناعة يا جدعان. انت الظهر بديت تحبيني يا حياتي. ليلتنا مطينة الثلاث طناطين الليلاني انبطحي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد معقولة؟ ازيك يا رمضانكو يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ اهلا يا مغاولي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا رمضان؟ شايلي بره. والله عشت وشفتك اخر قبه. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. يعني سمعت يا ابني عن كل اللي انت بتعمله، حاجه حلوه قوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، واحنا طول عمرنا اهل، وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خال؟ المواشي ما بقتش تجيبها معايا اليومين دول. بس انا خايف يا رمضانكو يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا إله إلا الله. شوف يا خال، إحنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والصكوك، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ريب. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه أهو، أنا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي. انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلني. وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش. ما تاخدش منهم حاجة ولا تديهمش حاجة. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا رمضانكو الفلوس اهي، عد ايه؟ عد مين يا خال عيب؟ في المضاربة والسكوك مفيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيه. غدا اللي بره.
طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للأمم اللي مستنياك دي. أنا مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى؟ خلي الغدا اليوم اللقا، يوم الحلال البلال ما يلعلع. انت عارف يا خال، انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع ألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاول. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خالي. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى؟ انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصح صحة. ايه ده؟ ايه اللي يقعدوا ايه؟ فلس؟ سمع؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده؟ يها ده بي ينيلك ده احنا يا له له بي عن اسمع عيالي كانوا على طرف لسان الكبير فيهم والله ما اعرف اسم الكبير انتظريني لحظة من فضلك ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا جاهزين جاهزين يا سي رمضان ما فيش حاجه اسمها سي رمضان قول اسم سياده المقدم حاضر يا سياده المقدم بيه وانت وبقى عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي؟ مفيش حاجه اسمها رمضان افندي سياده المقدم بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي جدع وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه تفضل ساكت خالص كده اهو حاضر يا معلم رمضان معلم رمضان في حاجه اسمها معلم قلت لك سياده المقدم حاضر يا سياده المكتب مكتب في ضابط يقول سياده المكتب يلا بينا ادعوا لي ربنا معاك بس انا ما بعرفش اسوق ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد مظبوط هنعتبرك مجرد شاهد وبعيد لا دي سبع سنين سجن مفيش فايده هتشهد عليها ولا لا يا بيه انا غلبانه يا بيه يا بيه انا في عرضك يا بيه انت غلبانه انت ده انت يسابلك بلاد ده في بيني وبينك طربايه طربايه ايوه اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ضابط مباحث وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها وهي اللي قربته بسلامتها عشان كده انت حطيتها في دماغك يلا على البوكس يلا يلا انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني وهيفضل ورايا على طول مش هسيب حقه ابدا اسمع يا ولية اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصيني هم هيسيبوني يا سعاده الباشا اذا الولية دي جرت هتسيبوها لا لا مش هتقرا هي انا عارف حر يا بيه حر يا بيه بس اضمن مني ان تسيبوني لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اونطه اونطه ما يهمكيش
يسترك يا بيه. قلت لها بدها الارشينات. ايه؟ قلت لها بالارشينات. حولات ايه؟ همك اوعى المكافأة بتاعت وزارة التخليق. يلا لبسهم اي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد لبسهم اي حاجة. اتفضل. الدنيا مزمزية. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى. انت هتودينا بدل ايه؟ نتعشى. اسكت خالص. مش تحت هنا وانا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخلينا يا ناهد. انا مش خاينه. ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكروديا اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هتضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العشا ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعذبوا. هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي ايه؟ فين الفلوس؟ عيني حلفالك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة. اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. الفلوس دي بمعرفتي وانتوا كانكم ما تعرفوش اي حاجه. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معايا اكنكم محوشين قرشين للزمن.
تأمين على الحياة يعني. بالظبط، أول تأمين على حياة الحرامية. وإحنا مش هنتعشى؟ ها؟ إحنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من إيه؟ السلام عليكم يا بتاعت البيت. السلام عليكم. فيه يا جدعان؟ راح فين؟ سيبه عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلاني استرديت فلوسي تاني وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومه تاخد حق ايه وانا اخد حقي؟ بس المره دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بايديها الاثنين دول اللي هيغسلوا غسيل ابو زعفر كله. ايه عشان ما بقاش ليك حجه بقى بيه. وبالمره بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشه عايزك تطبق عليا الماده 336 من قانون العقوبات الخاصه بالنصب والاحتيال ودي عقوبتها سنتين. اصلا انا نصبت لي نصبتين كده في السكه وانا بره السجن. لبت لي قرشين هري عملت حاجه اسمها رمضان كل اعالي البحار. رمضان كويس والناس هبلت صدقت. ده انت داهي بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جد البيجامه والزنوبه اختصارا للاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات. قلت اختصر الاجراءات واجيب البيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري يا شاويه تعال تعال اطلب عليا بس ابوك. اقعد عليا. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بيه افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا رصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. جناح جوه التخشيبه بس احوالها يا ابويا غريبه حجز جناح جوه التخشيبه واحنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%